مساكم الله بالخير مشاهدينا وما كنتوا تتابعونا، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم استديو البجيرة، هنا حيث نلتقي بكم وننقل لكم ساعة كاملة من الإلهام الإبداع والتفرد، ونقدم لكم بعد مجريات ما يحدث في إمارة البجيرة وما حولها على مختلف الأصعدة، ونسافر معكم في رحلة مليئة بالفن والثقافة وأيضا الرياضة. أحب في البداية أمسي على زميلي علي اليماحي، مساك الله بالخير يا علي. النور والسرور، الله يسعدك يا زينب، يا مرحبا بك طبعا، وأكيد أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام وما كنتوا، يا مرحبا بكم طبعا في مشوار جديد من برنامجكم استوديو الفجيرة. هذا البرنامج اللي يلتقي فيه سحر تميزي بالإبداع، ويتجسد الجمال في كل زاوية من زوايا هذا البرنامج، إذ نفتح لكم أبواب برنامجكم استديو الفجيرة كل مساء لنقدم لكم باقة منوعة من الفقرات المليئة بالتشويق والمعلومات الجديدة والفعاليات المميزة عبر شاشة تلفزيون الفجيرة، رافعين دوما شعار إرضاءكم هو هدفنا وسبب استمرارنا. فعلا علي مشاهدينا، وكالعادة راح نبتدي فقراتنا معاكم لهذه الليلة مع أخبار دار السعادة، ومن بعدها نروح معاكم لفقرة حديث البجيرة، وراح نتعرف فيها أكثر على تحضيرات فريق التريثلون بنادي البجيرة للفنون القتالية. أما في فقرة ترند في دار السعادة راح نتعرف وياكم على أهم الترندات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي فقرة متميزون راح يكون معانا كاتب وصانع محتوى ونتعرف أكثر على إنجازاته وأعماله الجديدة. صحيح يا زينب، مشاهدينا الكرام راح نكون دائما وابدا في انتظار تفاعلاتكم وارائكم واقتراحاتكم في مواضيعنا المختلفه وفقراتنا المنوعه، وذلك من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بتلفزيون الفجيره وعبر هاشتاغ استوديو الفجيره. لكن الحين مشاهدينا خلونا نتعرف وياكم على اخر المستجدات في فقره دار السعاده. شاركت دائرة السياحة والآثار بالفجيرة في معرض سوق السفر العربي دبي 2024، واللي ضم العديد من الفعاليات وبعد المشاركات اللي تدعم قطاع السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم يا زينب، راح نتعرف مشاهدينا على تفاصيل أكثر عن مشاركة دائرة السياحة والآثار بالفجيرة في هذا المعرض، وتحديدا مع ضيفتنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذة خلود الشحي، وهي مسؤول تسويق ومعارض دولية في دائرة السياحة والآثار بالفجيرة. أهلا وسهلا وياك ومرحبا بك طبعا أستاذة خلود ويانا في استوديو الفجيرة. مساك الله بالخير. مساء النور، يا هلا مرحبا فيكم. يا هلا فيك. يا مرحبا بك أستاذة خلود، في البداية ريت لو تحدثينا عن مشاركتكم في معرض سوق السفر العربي دبي 2024. طبعا نحن سعيدين جدا بمشاركتنا في معرض سوق السفر العربي 2024، الذي يعد من أهم المعارض الدولية في قطاع السياحي والقطاع الاقتصادي، سواء كان محليا أو عالميا. تحرص دائرة الموارد دائرة السياحة والآثار بالمشاركة في مثل هذه المحافل، وزيادة الاطلاع على آخر المستجدات في قطاع السياحة. رائع. أيضا أستاذة لو تحدثين أكثر عن أبرز النقاط اللي تم التركيز عليها من قبلكم فيما يخص قطاع السياحة بالتحديد. طبعا نحن مشاركتنا في المعرض تضم عدة مؤسسات محلية وخاصة اللي هي المنشآت الفندقية في الإمارة. هدفنا طبعا نحن الترويج عن المقومات ووجهات السياحية الرائدة في الإمارة، والإطلاع على المستجدات في القطاع السياحي سواء كان محلي أو عالمي. طبعا هذه المشاركات يتم فيها إبرام الاتفاقيات والشراكات وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى الترويج للوجهات السياحية الجديدة في الإمارة وفي الدولة. نعم أستاذ خلود، اليوم نحن نتكلم أو يعني نبغي نستفسر أيضا عن أهمية حقيقة وعن دور هذه المعارض مثل معرض سوق السفر العربي في دعم السياحة
داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام؟ طبعا مثل هذه المعارض يعني تسهم في تبادل الخبرات، تبادل التعاون المشترك من بين المؤسسات. نعم. الترويج للهدف الأساسي، ترويج للوجهات السياحية والمقومات السياحية في الدولة. دولة. نعم. عقد شراكات من بين المؤسسات في قطاع في القطاعين، القطاع السياحي والقطاع الاقتصادي. وطبعا هذه جميعها تسهم في زيادة إسهام في القطاع السياحي، نعم، الناتج المحلي الإجمالي. صحيح. من خلال توسيع نطاق المشاركة، طبعا نحن اللي دائما نهتم فيه. ومثل هذه المعارض طبعا تسلط الضوء على الموارد أو خلنا نقول المنتجات السياحية المتنوعة في الإمارة، وخلق فرص شراكات من خلال توقيع الاتفاقيات اللي تسهم في جذب الزوار للإمارة من خلال ارتفاع الإيرادات الفندقية. وطبعا هاي نسبة الأشغال الفندقية والمنتجعات في الإمارة تزيد. صحيح. مشاركاتنا في هذه المعارض جدا مهمة. صحيح. تبرزون أكيد المقومات السياحية داخل إمارة الفجيرة وأيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة. شاكرين لكم على هذه الجهود وهذه المشاركات. أكيد أستاذ خلود، كل الشكر لك. الأستاذ خلود الشحي، مسؤول تسويق ومعارض دولية في دائرة السياحة والأثار بإمارة الفجيرة. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا. حياك الله. يا مرحبا. نعم مشاهدينا، ونذهب بكم إلى موضوع آخر، حيث كرمت جمعية الفجيرة الخيرية أمس أكثر من 2000 متطوع ومتطوعة من الذين أسهموا في إنجاح المبادرات التي نفذتها الجمعية منذ بداية 2024 ولغاية الآن، والتي استفاد منها بلا شك عدد كبير من الأسر المستحقة والطلاب وأصحاب الهمم والأيتام وكافة الشرائح المحتاجة. فعلا علي، وأيضا كان هذا الشيء تزامنا مع التكريم ومع اليوم العالمي للتطوع تحت شعار تطوعنا نماء وانتماء. مزيد من التفاصيل مشاهدينا نتعرف عليها أكثر في هذا التقرير. فضل من الله ومنه بتوجيهات من معالي سعيد الرقباني، ارتأت جمعية الفجيرة الخيرية بتكريم متطوعيها وجميع شركاء الخير في مبادراتها، سواء كان في شهر رمضان المبارك أو من بداية العام حتى هذه الأيام. ولله الحمد تم مشاركة أكثر من 2000 متطوع ساهموا بجميع الأنشطة والمبادرات الخيرية لجمعية الفجيرة الخيرية، وأيضا كان لهم جدا دور كبير بنشر وتوعية الأنشطة الخيرية التي تطلقها جمعية الفجيرة الخيرية. في هذا اليوم تم تكريم جميع الإعلاميين والشركاء، لأن نحن دائما عندنا أن جمعية الفجيرة الخيرية كل من ينشر ويساهم في تطوير وفي نشر البرامج والأنشطة الخيرية لها ما هو إلا شريك لجمعية الفجيرة الخيرية. ونحن دائما بالتوجيهات اللي دائما يوجه لنا إياها معالي سعيد الرقباني أنه يعتبر جميع المساهمين وجميع المتطوعين جميع شركاء الخير ما هو إلا فريق عمل جمعية الفجيرة الخيرية. حابة أشكر جمعية الفجيرة الخيرية على هذا الحفل التكريم. الصراحة هذا تقدير للمتطوع اللي كان مبادر وكان موجود طوال شهر رمضان المبارك. طبعا احنا كفريق متطوعين كانت عندنا مجموعة من المتطوعين في الخيام الرمضانية، كان مهامهم اللي هي تجهيز الوجبات وتوزيعها في الخيمة بحيث انه يستقبلون فيها اللي حابين انه يفطرون في الخيام. وعندنا بعد مجموعة اللي هي مشاركة في
كسر الصيام، وهذا الوقت اللي يكون قبل الفطور بعشر دقائق. طبعا المتطوعين يكونوا متواجدين على أساس أنهم يكونون يوزعون الوجبات على السيارات، بعد يخففون من الحوادث، غير أنه يعني يفطر السائق قبل يوصل للبيت إذا كان بعد وقت الأذان. وهذا الحفل الكبير أكيد راح يعزز في هذا يعني الثقة في النفس، غير أنه حس المسؤولية، غير أنه بحب أنه يشارك في المرات القادمة ويحضر في المبادرات اللي مثل ما تشوفون مبادرات رمضان. خلصنا منها إن شاء الله، راح تكون في مبادرات ثانية بعد خلال هذه الأشهر، في مبادرات اللي هي مثل دولاب الخير، وهو توزيع الملابس على الأسر اللي محتاجة للملابس، بتكون إن شاء الله قبل عيد الأضحى المبارك. احنا سعيدين جدا بالتكريم، لانه وما يعتبر بالنسبه لنا اول تكريم، هذا احنا اول تكريم اخذناه من الناس اللي كنا احنا بنساعدها بالخيام الرمضانيه، لما كنا بنقدم لهم الوجبات ولما كنا بنساعدهم، البسمه اللي على وجههم ونظره الشكر اللي في عيونهم هي كانت اول تكريم بالنسبه لنا. هذا التكريم هو تعزيز للتكريم الاولاني، فاحنا حاسين بالفخر وبالامتنان وبالسعاده انه احنا قدرنا نخدم ناس وندخل السعاده لقلبها. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. مستويات متميزة يقدمها أبطال الإمارات في الشطرنج وعلى كافة وفي كافة البطولات التي يشاركون فيها، وآخر هذه النجاحات كانت المشاركة المميزة للاعبي ولاعبات منتخب الإمارات للشطرنج في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب. نعم مشاهدين، المزيد من التفاصيل راح نتعرف عليها أكثر عبر الهاتف مباشرة مع الأستاذة خلود الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج. مساك الله بالخير أستاذة. مساكم الله بالنور والسرور، يحييكم. حياك الله أستاذة. بداية نبارك لكم هذا النجاح الكبير للاعبي منتخب الإمارات للشطرنج وفوزهم ب 21 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، حدثينا أكثر عن هذا الإنجاز والنجاح الكبير. في البداية حبيت أشكركم على هذه الاستضافة، وأتمنى لكم كل التوفيق في برامجكم الشيقة عبر الإذاعة. الإنجاز في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب كان نتاج طبيعي لعمل مكثف للاعبي ولاعبات المنتخب قبل الدورة، كما أن أبطال الإمارات خلال شهر رمضان الكريم شاركوا في عدد كبير من البطولات، وبالتالي جاهزيتهم كانت عالية للدورة، بالإضافة إلى أنها تقام على أرض دولتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان هناك نجاح تنظيمي ونجاح فني متمثل في الفوز بالميداليات ولله الحمد. الحمد لله. نعم للأمانة أستاذ خلود، يعني هناك سؤال على الصعيد الشخصي، وين السر؟ يعني اليوم نتكلم عن 21 ميدالية تبارك الرحمن، بلا شك هناك عوامل ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز والمهم يعتبر لمنتخبنا الوطني للشطرنج في هذه البطولة، كلمة السر وين أستاذ خلود؟ أكيد يعني هذا جهود جبارة من قبل الجميع، ما في شك. في هناك عوامل كثيرة ساهمت في صناعة الإنجاز بصراحة، في مقدمتها أن دولة الإمارات أصلاً تتصدر الدول الخليجية في الشطرنج ما شاء الله. بجانب الحمد لله يوم المنتخب فاز مؤخراً بالميداليات، هم كان جايبين ميداليات أخرى في بطولة الخليجية للشطرنج بالكويت، فهم أوردي كانوا فايزين بهالميداليات، فكنا نتوقع منهم إنجاز بالفوز بجميع الميداليات الذهبية. العوامل بعد متمثلة في التعاون الكبير بين الاتحاد والأندية وحتى أولياء الأمور وجهود الأجهزة الفنية والإدارية، فلا بد أن نشكر الجميع صراحة على ما قدموه من جهة طوال الفترة الماضية حتى الوصول للإنجاز. بالإضافة إلى تعامل الجهاز الفني للاتحاد والعمل بروح الفريق الواحد، ودائما نحن في الاتحاد ننظر للمصلحة العامة، حتى أن مؤخرا تم التعاقد مع مدرب للرجال من أجل الاستحقاقات المقبلة، وهو أكيد يعني بالتأكيد على أننا يؤكد أننا نحن نبحث دائما عن صناعة الإنجازات الجديدة لرياضة الإمارات. الحمد لله. أيضا أستاذة خلود، يعني بصفتك رئيس اللجنة النسائية في اتحاد الإمارات للشطرنج، شو رأيك بالمستويات اللي تقدمها بالفعل لاعبات الإمارات خاصة مع هذه النتائج المتميزة وهذا النجاح لهن في الفترات الأخيرة؟ نحن في اتحاد الإمارات للشطرنج صراحة نتعامل مع اللاعب مثل اللاعبة، وكلاهما مطالب منهم بالإنجاز.
صحيح. فإنجازات الفتيات أو إنجازات الفتاة هي تأكيد على التمكين في المجال الرياضي ومنحها الفرصة كي ترفع علم دولة الإمارات في المحافل الخارجية. وبصراحة أشعر بالفخر كوني عضو مجلس إدارة بالاتحاد لهذه الإنجازات التي حققتها بنت الإمارات، وهي الصراحة مسؤولية في المقام الأول لتحقيق إنجازات جديدة أكيد. في الفترة المقبلة بإذن الله. نعم. طيب أستاذة، يعني ماذا، هل اتحاد الكرة رسم خارطة الطريق المقبلة إن شاء الله وفي قادم المشاركات؟ هل رسم اتحاد الشطرنج خريطة المستقبل، الاستراتيجية القادمة إن شاء الله؟ نعم، نحن عندنا أجندة إن شاء الله شغالين عليها إن شاء الله في المشاركات الفترة القادمة. نعم. منها مشاركة لاعبين المنتخبات الوطنية في بطولة الشارجة ماستر وبطولة دبي الدولية، بتكون إن شاء الله في شهر مايو ويونيو. نعم. ونحن إن شاء الله في الاتحاد ننظم بطولات الإماراتية الفردية لكافة الفئات من تحت 8 سنوات لغاية فئة الرجال والسيدات، وبتكون بطولة إن شاء الله في شهر يوليو إن شاء الله. وحاطين من ضمن الأجندة بعد مشاركة اللاعبين المنتخب في مهرجان أبوظبي الدولي في شهر أغسطس، وأيضا مشاركة في أولمبياد الشطرنج في شهر سبتمبر، وأيضا بننظم بطولة الدوري العام في شهر أكتوبر، بالإضافة إلى مشاركة في بطولة آسيا للصالات المغلقة في نوفمبر، وأخيرا المشاركة في بطولة آسيا للهواء إن شاء الله في ديسمبر إن شاء الله. أجندة مليئة وحافلة ما شاء الله، يعني بالفعاليات وأيضا البطولات. نعم. نعم أكيد. وصراحة نحن نتمنى كل التوفيق للاعبين ولاعباتنا لتحقيق الميداليات والفوز بالمركز الأول إن شاء الله على مستوى سواء العربي والخليج ولا حتى الآسيوي والعالمي إن شاء الله. أكيد شاء الله. كلنا نتمنى هذا الشيء أكيد، وكل الأمنيات حقيقة. بالتوفيق لكم في قادم الأيام مع كل هذه المشاركات والبطولات. كنت معنا أستاذة خلود الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج. شكرا جزيلا لك سيدتي الفاضلة على تسليط الضوء على من هذا الجانب وعلى هذه المداخلة. الله يعافيكم، يعطيك العافية. مشاهدينا، وإلى إنجاز آخر أكيد في إمارة الفجيرة، حيث اختتمت اليوم الدورة 12 لمهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي، واللي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. وقدم هذا المهرجان في يومه الأخير العرض المسرحي رحلة إلى بلاد السعادة، وهو العرض الحائز على أفضل عمل مسرحي متكامل من طلبة الحلقة الثالثة. صحيح يا زينب، حيث يهدف مشاهدينا الكرام هذا المهرجان إلى إتاحة الفرص الكبيرة لعناصر من الشباب الواعد في التمثيل والإخراج والتأليف وغيرها من الحرف والمهارات. تفاصيل أكثر سنتعرف عليها معكم من هذا التقرير، فلنتابع. انطلاق فعاليات مهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي شهدنا عرسا مسرحيا رائعا، وفي هذا العام شهدنا زيادة في عدد المدارس المشاركة، وأيضا ارتفاع وارتقاء وتطور مستوى العروض المسرحية المقدمة، بالإضافة إلى أيضا تطور في مهارات الطلبة. أنا أعتقد أن المهرجان الفجيرة المسرح المدرسي في هذا العام يعني شهد تطور كبير في المستوى، ونتمنى أن يستمر هذا التطور في الأعوام القادمة. نشكر هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على دعمهم لهذا المهرجان، ونشكر إدارات المدارس أيضا لتفاعلهم ودعمهم لفرقهم المسرحية، ونشكر أيضا لجان التحكيم وكل من شارك وعمل من أجل إنجاح هذا المهرجان. انطلق العمل بمجموعة ورشات
التي حاولنا من خلالها كفريق إشراف أن نضع مواهب الطلاب يعني في مستوى أول، ورشة الكتابة، ورشة الإخراج، ورشة السينوغرافيا، كل هذه الورشات هي نتاج طلابي، والمعلم المسرح أو المشرف على المشروع لا يمكنه على الأقل بالمقاربة في مقاربتنا الخاصة لا يمكن أن يضع بصمته، بل كيف يوظف إبداعات الطلاب وخيالهم وطاقاتهم في مشروع يجمع بعض، وهذا اللي حاولنا نشتغل عليه في عمل رحلة إلى بلاد السعادة. العمل المسرحي هي الفكرة انطلقت شيخ بسيط يبيع في تذاكر إلى بلاد السعادة، يعني يبيع في الوهم، ومجموعة من الشباب تبحث عن ذاتها، تبحث عن السعادة، واليوم كلنا نبحث عن السعادة ونبحث على الأمان ونبحث على المسائل هذه. هذا الشيخ يمر من تلك البلاد التي تعيش حزنا وبؤسا وكذا، يبيع لهم الحلم، ثم يفاجئون خلال رحلتهم بين البر والبحر بأنه لا وجود لكلمة السعادة، بقدر أن الإنسان هو المسؤول على السعادة وهو الذي يحقق سعادته، ولا يمكن، السعادة هي نتاج مسار كامل ونتاج شقاء وتعب مسترسل وعمل أيضا وتعاون. يعني حاولنا أن نرسل مجموعة رسائل إيجابية، بالطبع نحن نتعامل مع متقبل وجمهور، لنبني هذا المفهوم أن السعادة لما نحب بعض، لما نتعاون مع بعض، لما نتسامح مع بعض، هذه القيم الإنسانية مهمة جدا اليوم في مجتمعنا. بالتزامن مع شهر القراءة الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق مركز اقرأ واستمتع المسابقة الثقافية السنوية ماذا قرأت؟ صحيح يا زينب، حيث تضمنت هذه المسابقة مشاهدينا الكرام العديد من الأنشطة والفعاليات التي قام بها المركز، كما شهدت أيضا إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية. وللحديث أكثر معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذة وداد بوشنين، وهي مؤسس ومدير عام مركز اقرأ واستمتع. اهلا وسهلا فيك استاذة وداد. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير والعافية والسعادة، حياكم الله. الله يسعدك، يا مرحبا. طبعا في البداية استاذة وداد، ما هي فكرة مسابقة ماذا قرأت؟ بداية طبعا شكرا لاستضافتنا في هذا البرنامج وإلقاء الضوء على المسابقة الثقافية. انطلاقا من اهداف ورسالة المركز في تعزيز ثقافة القراءة ونشر المعرفة وتزامن مع شهر القراءة الوطني في دولة الإمارات، أطلق المركز في 2021 مسابقة ماذا قرأت؟ طرحتها الأستاذة جمانة البنا، وهي عضو إداري ورئيسة مبادرة نقرأ لنحيا. المسابقة هي ملتقى لجميع القراء في الوطن العربي، وكل قارئ يتحدث باللغة العربية، تقام مرة واحدة في العام، يتنافس فيها المتسابقون على ماذا قرأوا في العام المنصرم، طبعا ضمن شروط معينة ولجنة محكمة، وهاي اللجنة هي بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد، مؤسسة جمع الماجد للثقافة والتراث، مكتبة دبي العامة، وطبعا مع الأستاذ أبو عايدة محمد صالح بالداوة غني على التعريف أكيد. هم هذه الأعضاء لجنة التحكيم. شارك فيها، أطلقناها أول سنة 2021 على يعني على مستوى دولة الإمارات، وفي السنة الثانية كانت على مستوى الإمارات ودول الخليج العربي، وفي السنة الثالثة اشترك فيها من الدول العربية ومن دولة باكستان ودولة بنغلاديش. ما شاء الله، يعني دائما هناك إقبال أستاذة وداد على المشاركة سواء من داخل أو خارج الدولة. ذكرتي في البداية هي دائما أهداف هذه المسابقات تكون أهداف ثقافية وأيضا أدبية، لكن دعينا نتحدث أيضا عن موضوع الشروط. هل هناك بعض الشروط أو المعايير للمشاركة في مثل هذه المسابقات؟ عزيزتي، المسابقة شروطها بسيطة جدا، أن لا يقل عدد الكتب اللي يتقدم بها القارئ عن 5 كتب، يكون قرأ هاي 5 في مجالات مختلفة من مجالات المعرفة، قرأهم طبعا في سنة 23 و24، ويتقدم بنبذة عن هذه الكتب في مدة محددة احنا محددينها يعني، وبعدين يخضع المتسابق لمقابلة شخصية مع أعضاء اللجنة عبر الزوم،
ولا تقل طبعا في عندنا احنا هاي المسابقه على مستويين لليافعين وللكبار، بس احنا الحين نتكلم عن فئه الكبار اللي هم لا تقل اعمارهم عن 18 سنه ومن جميع الجنسيات. نعم. ومن الجنسين. نعم. طيب استاذ وداد، هل هناك انشطه مصاحبه لهذه المسابقه ويمكن للمشاركين ايضا الاستمتاع بها؟ نعم، في عندنا أنشطة كثيرة، ومن ضمنها في عندنا دورات خاصة للقراءة السريعة، وهي طبعا دورات كلها مجانية، وفي نعم. مسابقات، وفي قراءة كتب لتنشيط ذاكرتهم بعد. بارك الله فيك. ما شاء الله عليك، يعطيكم نعم. العافية وموفقين إن شاء الله. الله يعافيك. كنت معنا الأستاذة وداد بوشنين، مؤسس ومدير عام مركز اقرأ واستمتع. نعم تفضلي. إيه تفضلي. ان الفائزين بالمراكز الثلاث الاولى يحصلون على جوائز نقديه من مركز اقرا واستمتع، وجميع المشاركين يحصلون على شهادات تقدير. يا سلام. طبعا جانب الدورات المجانيه اللي انا ذكرتها. يا سلام، هذه دعوه طبعا للمشاركه في هذه المسابقه. نعم, نعم. للجميع، والمسابقه للجميع. للجميع حتى المذيعين يعني. أكيد طبعا. يعطيكم العافية، موفقين إن شاء الله أستاذة وداد. يعطيك العافية. شكرا على المداخلة. شكرا. يعطيك العافية. حياك الله. هلا وسهلا. الله يحفظك. يا مرحبا. نعم مشاهدينا الكرام، والحين ننتقل وياكم لفقرة ترند في دار السعادة عشان نتعرف على تفاصيل كثيرة. انتظرونا. حياكم الله معنا ومشاهدينا من جديد. أما عن تفاصيل أخبارنا في ترند في دار السعادة، وفي خبرنا الأول مشاهدينا مع ديوان الرئاسة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والذي وافته المنية اليوم. وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم، وأعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أما عن التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي فكلها كانت تدعو للراحل بالرحمة والمغفرة، حيث علق الفنان عيضا من هالي على حسابه في الإنستغرام: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم تقبله مع عبادك الصالحين وعوض شبابه في الجنة، اللهم آمين. أكيد الله يرحمه ويغفر له. وأيضا غردت الفنانة أحلام الشامسي على منصة إكس نعيا للفقيد، إذ كتبت: عظم الله أجر الوطن وآل نهيان في وفاة الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. أكيد ندعو له بالرحمة والمغفرة. أما مشاهدينا في خبرنا الثاني، كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة لعام 2024. هذه القائمة سلطت الضوء على القادة الذين يعملون على تعزيز قطاع السياحة وأيضا جذب السياح إلى المنطقة وإعادة تعريف مكانتها على الساحة العالمية، إذ تصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، هذه القائمة عن جدارة واستحقاق. وعلق أحد رواد التواصل الاجتماعي أحمد الحمادي على هذا الخبر قائلا: يستاهل أحمد بن سعيد، رجل مثابر في العمل وصاحب أخلاق وابتسامة دائمة، وأكيد مش غريبة عليه أكيد مثل هذه الإنجازات، وأيضا التواجد دائما في مثل هذه القوائم العالمية. وأيضا علق المهندس أحمد الزيودي: يستاهل الله يوفقه ويطول بعمره، قدوة ومثل للجميع. مشاهدينا في خبرنا الثالث والأخير، نادي العين يعلن تخصيص 4000 مقعد للجماهير الإماراتية في استاد يوكوهاما الدولي الذي يستضيف مباراة العين ويوكوهاما مارينوس الياباني السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم. التعليقات بالفعل على منصة إنستغرام دعمت نادي العين في المباراة النهائية المنتظرة أمام يوكوهاما، حيث كتب عيسى القصير على الإنستغرام: موفقين إن شاء الله، نتيجة
يصرح الجميع من الذهاب. وبعد كتب محمد الجناحي على الانستغرام واثقين فيكم بإذن الله أنتوا قدها. أكيد كل الأمنيات والنجاح أيضا لفريق العين في هذا النهائي. أكيد مشاهدينا كانت هذه أخبارنا في فقرة ترند في دار السعادة، وأنتوا بعد يمكنكم اقتراح المواضيع التي ترغبون بطرحها في هذه الفقرة على هاشتاغ ستيديو الفجيرة عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لتلفزيون الفجيرة. يعطيك العافية زينب، ما قصرت يعني على الأخبار. يعطيك العافية. نعم مشاهدينا أكيد نحن نضم صوتنا أيضا لصوت الجميع ونقول إن شاء الله وندعو بالتوفيق لممثل الوطن نادي العين الرياضي الثقافي إن شاء الله، وأن يعني الله يوفقه في ذهاب بنهائي كأس أبطال آسيا، وبالتوفيق يا زعيم. نعم مشاهدينا فاصل قصير وسنعود إليكم لنكمل معكم ما تبقى من فقرات برنامج استوديو الفجيرة، انتظرونا. حياكم الله معنا مشاهدينا من جديد، وما زلنا مكملين وياكم فقراتنا المنوعة في برنامجكم المسائي استديو الفجيرة، والحين راح نروح معاكم لفقرة بصمة فريدة. مشاهدينا الشخص الناجح لديه العديد من الصفات اللي تميزه عن غيره وتجعله يحقق التفوق والتقدم في حياته، وذلك لبلوغ أهدافه مهما واجه من صعوبات. ضيفنا لليوم كسب قلوب الجمهور منذ دخوله عالم صناعة المحتوى واللي كانت على منصات التواصل الاجتماعي، كما أثبت جدارته وتفوقه في عالم الكتابة والأدب. فعلا علي، وأيضا لم يكتفي بذلك بحسب، بل قرر خوض غمار تجربة جديدة هي كتابة الشعر الغنائي التي حفرت محبته في قلوب العديد من الأشخاص وأيضا من متابعي. رحبوا معنا بالكاتب وصانع المحتوى خالد المازمي. مساك الله بالخير خالد، حياك الله ويانا. مساكم الله بالنور، الله يحييكم. مشكورين على المقدمة الجميلة كلكم. شرفني أني أتواجد ثاني مرة على قناة الفجيرة. الله يسلمك. وبداية بس اسمحوا لي قبل أي سؤال أقدم أحر التعازي وخلص مواساد لحكامنا وشعبنا على المفقود رحمة الله عليه الشيخ هزاع بن سلطان النهيان. الله يرحمه إن شاء الله. آمين. الله يرحمه. الله يرحمه. خالد، بداية أنت ما شاء الله صانع محتوى وأيضا كاتب، يعني وتعددت عندك المجالات، شو يعني نقول أحب الألقاب إليك؟ شو تحب دائما الناس تناديك أو تطلق عليك، صانع المحتوى أو الكاتب؟ حريص على الاثنين. للأمانة اللقب مو مهم كثر ما هو مهم أني أنا أكون قد اللقب وما أشوه صورة اللقب، هذا أكون جدير فيه يعني. لكن بعد أشوف أن الظرف والزمان يحكم على اللقب نفسه. إذا أنا اليوم في معرض الكتاب أكيد بفضل أن ينادوني الكاتب على هالحال. طيب خالد، متى كانت انطلاق شرارة الانطلاق أقولتهم، ومتى كان موعدها؟ متى كان موعد دخولك لهذا العالم، عالم الكتابة؟ أكيد دائما أقول بالوقت اللي أنا اكتشفت في ذاتي، كنت أتساءل منو خالد، أسباب وجودك بهالدنيا، أنت شنو تحب، شنو بتقدم لهالدنيا. فهذه كانت الانطلاقة، وكانت على كبر للأمانة تقريبا 19 سنة هني وقتها يعني. حلو. طيب يعني خالد عندك إصدارين، ساعي البريد وقرية قلبي، خلنا نتكلم عن هالاثنين وشو أكثر كتاب قريب منك. قرية قلبي يعنيني كون الأول، هو اللي دخلني هالمجال وعرفني عن هو الإصدار الأول. هو الإصدار الأول، فكان له شعور البدايات. لكن ساعي البريد هو الأقرب لي، لأن الأنضج و بعد ما تعمقت في مجال الأدب فأعطيتها أكثر ما أعطيت كتاب الأول. فدائما اللي ينصحني، اللي يخيرني بين الاثنين، أختار الثاني. ساعي البريد. ساعي البريد. طيب أنا راح أستنتج من هذه الإجابة اللي أنت جاوبتها يا خالد، أن أنت ما بتكون ما بتخير كتاب عن كتاب، لأن إحنا على حد علمنا يعني بأن الكاتب كل إصداراته
يعتبرهم مثل عياله، ما في حد أغلى من حد، ولكن صح. إذا تم استثناء كتاب عن كتاب آخر فهذا يدل على أن هناك موقف أو حاجة حصلت لك، لذلك حطيت هذا الكتاب في مكانه أعز من الأماكن اللي موجودة عليها باقي الكتب أو باقي الإصدارات، فطلع اللي عندك. أنت شاطر صح. ساعة البريد هي شخصية تمثلني، أنا عشتها حرفيا يعني، حتى قاعد أستخدمها في صناعة المحتوى. أحس أن الكتاب يشبهني وايد، وفي وايد مواضيع في الكتاب كنت عايش المواضيع هذه حرفيا، ولكن أنا عادة ما أخلي القارئ يحس أنه أنا المقصود، ما أحب أتكلم عن نفسي في الكتاب. إذا بتكلم في موضوع فوائد مواضيع، ولكن اللي يحضرني الحين شوف، هو يعني الكتاب فيه قصص قصيرة وكل قصة وراها رسالة، على أي أساس بنات هالرسالة؟ الرسالة اللي في بالي الحين عنوانها أخلاق البعد، تقول أن أي طرفين إذا اليوم انتهت العلاقة من بينهم بغض النظر عن نوع العلاقة، هذا أمر وارد وطبيعي، ولكن من ثقافتها وأخلاقها أنك أنت تنهيها بالود. هني يبين نضج الطرفين، مو أنك تحافظ يعني تحافظ على أسرارها، ما تفشي أسرار هالعلاقة وتذكر سيرة العلاقة بالخير من غير نكران وذكر العيوب. يعني سوء الفهم أو عدم التوافق هذا مو معناته أن في طرف كان سيء، بالعكس هني ما تنتهي الأدوار في البعد، تبدأ يبدأ دور البني على أساسين، أساس يتصف بشخصيتك أنت كيف راح تتعامل بالبعد، وأساس يتصف إخلاصك واحترامك للعلاقة والأيام اللي أنت عشتها مع الطرف الثاني، الأيام اللي اسمي كان فيها صديقك أخوك محبوبك أي كان. فلا تخليني أشفق عليك بكل بساطة، تبي تبتعد أنا أسهل دربك والله وياك. هذا الموضوع اللي حضرني الحين. حلو، يعني كان من خلال هذا الكتاب ساعي البريد كان فيه قصص وأيضا رسائل للمتلقي أو القارئ. بما أن كتاب وايد قريب لقلبك خالد، كيف كانت ردود أفعال القراء سواء ناس مقربين منك أو حتى الناس اللي اشتروا الكتاب وقروه؟ الحمد لله كان همي الأول أن ما يقل عن الإصدار الأول. فاليوم لما تصدر الإصدار الأول الناس يبون يشوفون شو عندك أكثر عن شيء. فالحمد لله الردود جميلة ولازلت، وحتى ما أبي أنزل إصدار ثالث بالوقت الحالي، أبي أعيش الفترة مع الإصدار الثاني. حلو، فرحة ردود الأفعال وفرحة هذا الكتاب جميل. طيب خلنا نروح من الكتب شوي خالد، ونروح لصناعة المحتوى والمواقع التواصل الاجتماعي. اليوم ما شاء الله كثير من الأشخاص اللي يسمون أنفسهم بصانعي محتوى، لكل شخص منهم محتوى مميز معين يختلف عن الآخر، ولو أنه ما في هذاك الاختلاف الكبير، لأن في الأخير احنا عارفين أن الهدف هو الوصول لأكبر عدد من المتابعين، هذا هو الهدف شئنا أم أبينا، هذه الحقيقة واللي صعب ينكرها أي شخص. شو اللي يميز محتوى خالد المازمي عن أي محتوى آخر؟ اليوم أنا عشان أتابع خالد المازمي لازم يخبرني أو لازم أعرف خالد ليش أنا ليش بتابع خالد يا أخي، شو الغير اللي فيه، شو اللي متفرد هو فيه؟ أولا خلفيتك حلوة صح، اليوم صناع المحتوى بتكاثر وكل وصانع المحتوى يعني يتميز بالمحتوى اللي قدمه. صحيح. أنا بدايتي كانت صعبة، جاي من مجال الأدب والكتابة تبي تطلع بالتلفون وما عندي هالثقافة، كنت هاوي الشيء ولكن ما أبي أبدأ فيه بطريقة تخلي الناس يقولوا لي خلك على الكتابة، فكنت مطول بالي في الموضوع ما أبي أتسرع لين ما جاء الوقت المناسب. الحمد لله كان لي نصيب إني أنا أدخل أكاديمية الإعلام الجديد، من خلالها خد دورة مدتها 5 أسابيع، ثقفت تعلمت ما قصروا. بعد ما تخرجت
باسم صالح المحتوى يا دورك خالد تقدم اللي انت تعلمته. اني قلت انا جاهز. وقررت اني ما اخلق اي شخصيه جديده فيني، هذا انا ما راح اتصنع. اللي يعني السوشيال ميديا اليوم كل واحد راح يتابع الشيء اللي يشبهه او راح يفيده، فمستحيل انا راح تكون لمجموعه كبيره من الناس، راح تكون لي مجموعتي اللي هم راح يحبوني يسمعوني ويقروا لي. صحيح. فهذه شخصيتي اللي هي موجوده في الكتابه صارت موجوده في بدون تصنع بالضبط. فاليوم انا اذا بقنع الشخص كيف انه يسمعني، اذا الشخص هذا اذا كان يقرا لي راح يقتنع، اذا ما كان يقرا لي راح يسمع لي، ممكن من خلال ما يسمع لي راح يقرا لي. صحيح، يحب انه يقرا من اصداراتك او كتاباتك. طيب خالد، نروح للمجال الثالث ايضا اللي ابدعت فيه، الكتابه الشعريه اللي هو الشعر المغنى او الكتابه الغنائيه. كلمنا عن هذا المجال وبدايه دخولك فيه ايضا. مجال هذا كنت ادري بيوم اني بدخل فيه، لكن حبا فيه بس انا مو شاطر فيه، كنت يعني وبس اقول ابيه بوصل له وبحاول وفشلت وحاولت وفشلت وحاولت كررت. قعدت مع احسن شعار يعني واسالهم، مجال احبه، انا ابي اكتب فيه يعني. انا جتني عروض اني انا اكتب مسرحيه او فيلم، لكن شيء انا مو هاوي، احب اتابع بس ما احب اكتبه، مو شاطر اني اكتب فيه، مو مجالي. والكتابة بحر فيها عدة مجالات يعني، ويا اليوم اللي أنا أكتب فيه وأدخل فيه بهالمجال، وهي مسؤولية كبيرة تختلف وايد عن مجال الأدب، لأن أنا هني بكتب وبعبر من غير قوانين، هني أنا عندي وزن وإيقاع ولحن، الموضوع وايد صعب، وأنا مو شاطر بالقوافي يعني بالقافية، بس الحمد لله قدرت أني أدخل فيه. وهذه مسؤولية كبيرة، خصوصا لما أنت تكون من عائلة فنية أساسا. فدخلت فيه، قدرت أني أشتغل يعني بالفترة اللي أنا موقف فيها إصدارات، إصدار الثالث أو أين كان، قاعد أشتغل على هالمجال يعني، أنه ما راح أكون مختفي بالساحة، عندي أعمال راح تنطرح. نزلت أول عمل الحمد لله، وعندي أعمال ثانية جاهزة إن شاء الله. تنطرح بالوقت القريب العاجل إن شاء الله. الله يوفق. طبعا يا خالد، نحن سعداء جدا بتواجدك، وشرفنا حقيقة تواجدك الكاتب وصانع المحتوى الراقي حقيقة خالد المازمي. شكرا جزيلا على تواجدك معنا في استوديو الفجيرة. يعطيك العافية. الله يعافيكم. مشكورين. شكرا. شكرا لك. نعم مشاهدينا الكرام، محمد يماح يفوز بالميدالية الذهبية بنادي الفجيرة للفنون القتالية بعد الفاصل، انتظرونا. حياكم الله معنا مشاهدينا من جديد، ومكملين وياكم فقرات برنامجكم المسائي استديو البجيرة، والحين بنروح معاكم لفقرتنا المميزة حديث البجيرة. مشاهدينا، يواصل فريق الترايثلون في نادي البجيرة للفنون القتالية تدريباته استعدادا للبطولات المقبلة، إذ حقق الفريق نجاحا كبير بفوز لاعب منتخب الإمارات ونادي البجيرة للفنون القتالية للترايثلون محمد عبدالله اليماحي بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب اللي استضافتها الدولة مؤخرا. صحيح زينب، هذا الإنجاز مشاهدينا الكرام واستعدادات النادي أيضا للبطولات المقبلة سنتعرف عليها أكثر مع ضيفنا في الاستوديو الكابتن أحمد البنا مدرب فريق ترايثلون في نادي الفجيرة للفنون القتالية. أهلا وسهلا فيك كابتن. أهلا وسهلا فيك. مساكم الخير إن شاء الله. مرحبا بك. في البداية أكيد نبغي نتكلم وياك عن هذا الإنجاز اللي حققه منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية وبالتحديد فريق ترايثلون محمد عبدالله اليماحي وفوزه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية الأولى. ميدالية فضية. نعم. الحمد لله رب العالمين، هي اتكسرت الجهود
والميدالية كان ما هي حصيلة سهلة، هي كانت حصيلة في صعوبة كتير، بخطط تدريبية، بخطط باختبارات. الحمد لله حصلنا على الميدالية هاي، وكان إنجاز جيد. الحمد لله. الحمد لله. يعني كابتن، إلى أي مدى تشوف أن تحقيق هذا الفوز وهذه النجاحات راح تكون دافع للاعبين أيضا في الفريق أنهم يحققون مزيد من النجاحات وأيضا البطولات؟ هلا بالنسبة لفريق الترياتلون بنادي الفجيرة للفنون القتالية، طموحنا أولمبياد الشباب اللي هو أولمبياد عالمي، ما هو أولمبياد خليجي أو دورة عربية أو دورة آسيوية. في بكل 4 سنين بطولة أولمبياد للشباب، هي بنفس الترتيب بالأولمبياد العالمي الكبير. فعم نطمح لهذا المستوى، وهو مستوى صعب كتير لأنه هي دورة أولمبية عالمية. وإن شاء الله يا رب بنوصل للتأهل هذا، ونوصل للمرحلة اللي نعمل فيها إن شاء الله مراكز إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. بشكل عام كابتن، أنت رأيك في مشاركة اللاعبين ولاعبين فريق التايرثرون، ويعني وتقييمك لهم من بعد هذه النتائج اللي حصدوها؟ هلا الحمد لله نحن بالعام الماضي كان في عنا نقاط ضعف كتير، عدلنا هذا الوضع وحسننا الأداء، اشتغلنا كتير على موضوع التدريبات ونقاط الضعف اللي عنا. نافسنا بالبطولة هاي الأخيرة اللي هي أولمبياد الخليج، نافسنا البحرينيين، هن عمالقة في الترياتلون للأمانة يعني، وهن مخضرمين لهم 4 سنين أو 5 سنين عم بيحضروا للبطولة هاي، وهن لاعبين أقوياء. فنحن بخلال ظرف عام كامل حضرنا ونافسنا، يعني كانت الخطة هي اللي أرجحية لها، يعني خطتنا كانت سليمة 100%، لأن عندنا محمد اليماحي وفي محمد منصور، لاعبين اثنين كانوا أقوياء بسباحة كتير. خطة اللاعبين البحرينيين هي إنه يطلعوا اللاعبين 3 مع بعض وينافسوا كأول تاني ثالث ميداليات 3. فنحن خطتنا رجحت أكثر، فخربنا الخطة اللي مالهم. تميزنا بالسباحة، فتبع محمد ومنصور لاعب البحريني، واللاعبين التانيين البحرينيين صاروا بجروب تاني. هذا الشيء ميزنا نحن نكون بالمقدمة. هذا الشيء لعب دور كتير كبير، انه طبعا المنافسه دوما بالبطولات هي خطط مدربين، فخطتنا كانت راجحه اكثر لحتى حصلنا ان شاء الله الحمد لله على ميداليه فضيه. وكنت انا بطمح كمدرب انه نعمل ميداليتين، بس النصيب كان هيك، بس الانجاز اللي عملناه انجاز جيد كتير. صحيح، هي كانت الدوره الاولى طبعا اكيد. يعني لو نتحدث ايضا كابتن عن الفوائد او الايجابيات اللي استفاد منها اللاعبين المشاركين في هذه الدوره، خاصه في هذا الاحتكاك الخليجي في هذه الدوره الاولى للشباب. هو الافاده العظمى هي العامل النفسي عند الاهل، يعني اللاعبين هن محفزين لحتى انه يشاركوا بطولات ثانيه وبطولات وانجازات، يجيبوا انجازات اكبر. بس الأهل العامل الأساسي اللي أنا سعيد كتير بهذا الشيء، إنه الأهل صار في عندهم دافع إنه لازم ابننا يوافق بين الدراسة وبين الرياضة، ما لازم يغيب عن التمرين. هذا شيء إيجابي بيدعمنا أكثر نحن كمدربين كفريق، يعني أنا بشوفه هذا إيجابي 100%، كأنه يساندوك الأهل. طبعا النادي بشكل عام هو عظيم بقدراته، عظيم بدعمه، هذا الشيء بيلعب دور كتير كبير. أنا شايف المستقبل القريب إن شاء الله، يعني عنا نقاط عالمية آسيوية إن شاء الله في لعبة الترياتلون إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أكيد. وأنا أضم صوتي لصوتك حقيقة ل يعني أولياء الأمور، ونقولهم كلمة إن العقل السليم في الجسم السليم. لا خوف على شخص رياضي. لا خوف عليه دراسيا أبدا. صحيح. ما في خوف عليه. صحيح. فالله يوفق الجميع. آمين. أكيد. آمين. كابتن، خبرنا عن استعداداتكم إن شاء الله للبطولات المقبلة من خلال الفريق. هلا بالوقت الحالي نحن عم نعمل حالة استشفاء للاعبين، تمارين خفيفة لمدة تقريبا 2 أسبوع، بعدين في عنا فترة تحضير لمنافسة رح تصير عنا إن شاء الله بالفجيرة، هي بطولة غرب آسيا. طبعا هي ما معلن عنا بالوقت الحالي، بس هي قريبا إن شاء الله بدها تكون بالفجيرة، هي بطولة غرب آسيا للعبة الترياتلون، ورح تكون هي مستوى عالي كتير، ورح تستضيف الإمارات البطولة هاي طبعا نادي تحت رعاية نادي الفجيرة، ونطمح بالميدالية فيها لأنه هي منافسة قوية كتير. فهي هذا أقرب استعداد لنا كفريق شباب فريق رجال. وبالوقت الحالي عم بيحضروا اللاعبين الكبار الموجودين بالنادي، عبد الله آل علي
ومحسن آل علي هو قائد الفريق الليدر، ويوسف. الثلاث لاعبين عندنا بطولة آسيا باليابان بالشهر السادس آخره. هي بطولة صعبة كتير، بس عم نعمل تحضيرات إن شاء الله نكون يحالفنا حظ نكون إن شاء الله من أوائل العشرة. هذا إنجاز كمان جيد كآسيا يعني بالوقت الحالي. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يعني كابتن أحمد، أهم النقاط اللي تركز عليها في تدريب الفريق وأيضا اللاعبين المتواجدين معك في الفريق؟ هذا للأمانة نحن كانت نقاط الضعف عنا هي السباحة، كون لعبة الترياتلون هي سباحة وسيكل ورنين والجري، فنحن كان عنا نقاط ضعف في السباحة. فأنا بالوقت الحالي عام كامل عم بتمرن ثلاث ألعاب، بس بركز أكثر شيء بلعبة السباحة لأنه نحن عنا الضعف فيها، وهي المرحلة الأولى يعني بالترياتلون هي المرحلة الأولى هي سباحة. فوصلنا لمستوى جيد كتير بالوقت الحالي، عم نركز بثلاث ألعاب لحتى ننافس خليجيا أو ننافس عربيا أو آسيويا، فلازم يكون نحن بثلاث ألعاب في عنا قوة ومقدرة. بالوقت الحالي أنا ضمنت السباحة، هلا عم بضمن الدراجة والجري إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. كابتن، يعني فيما يخص هذه إجابتك الأخيرة، نعم، هذه أقدر أقول أن استعدادكم هالموسم تحديدا أفضل من استعداد الموسم اللي فات؟ الموسم اللي فات نحن كنا عم نطمح بموضوع خليجي، الموسم القادم نحن عم نطمح بإنجاز آسيوي، ونحن قريبين إن شاء الله منه. هذا الشيء مو صعب طالما في إرادة وفي إمكانيات وفي دعم وفي إرادة عند اللاعبين وأهالي اللاعبين، راح نوصل لآسيا إن شاء الله وإن شاء الله عالميا. في مدرب واثق من نفسه بعد ما صحيح ما شاء الله عليك. إن شاء الله يا رب. ما شاء الله عليك. ومحفز ودعم للفريق وأيضا للاعبين. الحمد طيب لله. كابتن، ما شاء الله، شو الأهداف اللي تم تحقيقها في هذا الموسم وأيضا المواسم السابقة، وشو الأهداف اللي قاعدين تركزون عليها وحابين أيضا إنكم تحققونها؟ للأمانة نحن كنا بالموسم الماضي بالتحضير الماضي كنا عم نطمح إنه نكون بالدوري الإماراتي حاصلين على أفضل نتائج. فوصلنا لمرحلة الحمد لله رب العالمين، اجتزنا هذا المرتبة اللي احنا حاطينها كطموح. نادي فجيرة فنون قتالية عملنا أول بكل الفئات طبعا كدوري إماراتي، طبعا في أجانب وفي عرب بيشاركوا في هذا الدوري، وهو مو سهل صعب، بس اجتزنا هذا الموضوع وحصلنا أفضل نتيجة كفئات كاملة، يعني فئات الصغار، فئات الشباب، فئات الرجال، نحن مسيطرين على الموضوع كترتيب أول. الطموح اللي مطمح له أكثر هو خليجياً، كمان هذا الموضوع يعني اجتزناه، وصلنا لطموح خليجي وعملنا دورة الألعاب الخليجية وعملنا فضية، يعني طبعاً هذا الشيء أنا بفتخر فيه كتير باللاعبين وأهالي اللاعبين وبالكادر الموجود الفني. للأمانة يعني المدرب لوحده ما بيعمل شيء، لازم يكون في ترابط بينه وبين اللاعبين، وهذا الشيء علمنا إياه كابتن محسن آل علي. هو لاعب قدير، لاعب قوي، هو مسؤول عن الفريق. أنا ما عم بحكي عن محسن آل علي كلاعب هو المسؤول، عم بحكي كشخص من إمارة الفجيرة، عنده شغف وطموح كبير للاعبين يوصلوا الأولمبياد. هذا الشيء بيحفزني إني كمدرب، فأنا واثق كل الثقة راح نصل لهدف محسن ونرفع علم الإمارات إن شاء الله بالمحافل الدولية اللي هي من أصعب البطولات، هي التأهل لأولمبياد العالم، وإن شاء الله راح نصل طالما نحن متكاتفين. إن شاء الله. أكيد كابتن، نتمنى كل التوفيق في كل المواسم الرياضية وكل البطولات وأيضا المنافسات. مدرب فريق الترياتلون في نادي الفجيرة للفنون القتالية كابتن أحمد البنا، شكرا لك، يعطيك العافية. الله يحفظك يا رب. مشكور لك. الله يحفظك. شكرا كابتن. شكرا لكم. الله يحفظكم يا رب. يعطيك العافية. الله يعافيكم يا رب. وصلنا الختام. الختام. مشاهدينا، وصلنا لنهاية مشوارنا في برنامجكم المساء استديو الفجيرة. اتريونا كل ليلة من الاثنين للجمعة الساعة 9 المساء. دمتم في حفظ الله ورعايته. يعطيك العافية علي. يعافيك زينب. ويعطيك العافية أكيد يا زينب. نعم مشاهدينا، وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله غدا. انتظرونا في نفس الموعد. دمتم بخير.